صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم تسعه لسنه 2022 بتعيين مدير في وزاره الماليه والاقتصاد الوطني جاء فيه: الماده الاولى يعين السيد عبد الله عبد الخالق الصباح مديرا لاداره الموارد الماليه في وزاره الماليه والاقتصاد الوطني. المادة الثانية يتولى وزير المالية والاقتصاد الوطني ندب المدير المذكور في المادة الاولى من هذا القرار الى اي جهة من الجهات الحكومية